إنها ابنة الحاكم الجديد. أهذا ما قالته؟ إنها فتاة جميلة جدا يا أخته. نعم، إنها ابنة الحاكم الجديد. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. اهدئي فقد اقتربنا، يجب أن تكوني قوية. أرجوك كوني قوية فلتعضي على هذه لكي تتحملي الألم. اطمئني سيمر الأمر بسلام، وتشجعي أنت أيضا يا فتاتي. عليك تحمل الألم وأن تكوني قوية، قوية جدا. هيا يا ابنتي، هيا يا ابنتي، هيا الآن. يجب أن تكوني قوية. الفتاة التي يحبها دييغو اسمها إزميرالدا، إزميرالدا سانشيز دو مونكادا. إنها الابنة الصغرى لسيادة الحاكم الجديد. طهرني من النداء يا الله إلى خلاصي. توجد نساء كثيرات غيرها. أعرف، ولكني أحبها هي يا عمتي. ولكن والدها خطبها لشخص غيرك. فليكن، إنها تحبني وهذا يحسم كل شيء. حقا؟ فلتخبرني إذن كيف ستحبها إن قضى عليك القائد مونتيرو في المبارزة. ها؟ ربما يتجاوز حبنا حاجز الموت، أو لا يجد القائد الفرصة لقتلي. دييغو، دييغو انتظر. كم أود أن أقدم المساعدة بشكل أكبر. ما هو اسمك يا أختي؟ ماريا بيا. مرحبا بك في أي وقت في الدير. فليبارك الرب. أنا سعيدة بك لأنك شجاعة. شكرا يا أختي. لا تلمسني، لا تلمسني. لا، لن ألمسك، لن أكررها. ماريا بيا، أنت إنسانة طيبة القلب، وأعرف أنك تحبين الهنود، ومتأكد من العذاب الذي تشعرين به بسبب فعلتي. وماذا تريد الآن؟ أن تسامحيني. سنرى يا فرناندو، سنرى إن كنت ستتوب بالفعل. أبي، انتظر يا أبي. لا تتعبي نفسك يا أنستي، والدك لن يرضى بسبب الدم الهندي الذي يجري في عروق السيد دييغو، لأنه يريد أن يزوج ابنته رجلا ذا حسب. أنت مخطئ يا أولموس، إنه يرفض بسبب ماريا بيا، فأنت تعرف جيدا أنها من تعذبه بهذا الشكل. لما تقولين هذا؟ أيها الجندي، أريد حصانا. أمرك يا سيدتي. أخيرا عرفت شيئا عن السبب الذي دفع ماريا بيا إلى تركه قبل زفافهما. الهنود؟ للموضوع فعلا علاقة بالهنود، وتعرف كم يبغضهم أبي. أريد التأكد إن كان ذاهبا الآن ليقابلها. أنا لست مطمئنة لتأثيرها الغريب على أبي.